هل تمرين 13 صفحة 17؟ 1. اقترح البروتوكول التجريبي لتحضير ثنائي الأكسجين. نحضر المواد والأدوات الآتية: ماء مقطر، حبات من الصود، أنبوبين اختبار، ووعاء فولتا. وعاء فولتا، أنبوبين، حبات من الصود، وماء مقطر. إنهم هنا. مولد كهربائي أسلاك توصيل وقاطعة. 2. نضع كمية من الماء المقطر في وعاء فولتا، ثم نملأ أنبوبين اختبار كليا بالماء المقطر وننكسهما ونضعهما داخل الوعاء بحيث كل أنبوب بداخله مسرح، ثم نضيف في الوعاء حبات من الصود ونغلق القاطع. ننكس الأنبوبين، نوصل داخلهما أسلاك توصيل الخارجة من المولد، نضع في الماء المقطر أو في وعاء فولتا المملوء بالماء المقطر حبات الصودا ونغلق القاطعة. نلاحظ تجمع غاز الأكسجين في الأنبوب الأول وغاز الهيدروجين في الأنبوب الثاني.